هيمنة الطبقة السياسية التقليدية على اختيار رئيس الوزراء تراجعت عن السابق، بمعنى نحن هنا لا نعود إلى التقليد السيء القديم المتعلق أنه يجلس الفرقاء الشيعة وينبغي أن يوافقوا أو لا يعترضوا على اسم شيعي يقدم للآخرين. أعتقد الآن ودعتك يعني نفس الشيء ننتظر ونرى، يعني نحن نحلل الأشياء، هي ليس مسألة تنبؤ. أعتقد الآن إن انتصر خيار حكومة الأغلبية لا، فنحن بإزاء شكل مختلف لاختيار رئيس الوزراء. المنتصر انتخابيا هو يختار ويقدم وتتم الحوارات، أعتقد لصالح السيد مصطفى الكاظمي. هناك ميزة كبرى ومهمة، وهي ميزة التجربة في المنصب في ظروف صعبة جدا. الرجل لا يظهر على أنه ينتمي لتقييد الرجل القوي، زين. فيه شخصية الوسيط. أو إلى متى يبقى السيد مقتدى الصدر يصنع ملوك؟ ليش ما يدفع بحميد الغزي مثلا؟ سيدفع الصدريون ثمنا كبيرا. ليش؟ إذا فعلوا هذا، ولأمرين. إن كان الأمر على أساس التوافق، يعني عليهم أن يخسروا حدود 30 أو 35 مقعدا ثمنا لمنصب رئيس الوزراء. هذا لا يبقي لهم كثيرا، 30 مقعد للوزارات. يعني إذا اتبعت الطريقة القديمة، حتى إن اتبعت هذه الطريقة في يعني في حكومة الأغلبية، يعني يخسرون كثيرا.